إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن تعزيز الصحة والوقاية من المرض. إن تعزيز الصحة والوقاية من المرض لم تبرز إلا مؤخرا، ومن الأمثلة البارزة تناقص معدل وفيات الأمراض القلبية في البلدان المتقدمة من خلال التغيير العمدي لنمط الحياة، مثل القوت المنخفض، الدهنيات والكوليسترول، أيضا ازدياد استهلاك السمك، أيضا الزيت النباتي، وأيضا السمن النباتي والتأكيد على زيت الزيتون، أيضا الرياضة ومكافحة السمنة، أيضا مكافحة التدخين والفحصات المتكررة للدم. يتضمن نمط الحياة الصحي كثير من الاهتمام بالمواضيع التي ذكرتها سابقا. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.